بعد انقطاع لمدة 7 سنوات انطلقت فعاليات مهرجان قادش الثقافي الفني 14 بمشاركة فعاليات رسمية وشعبية وحشد من أهالي منطقة القصير جنوب محافظة حمص، والذي يقيمه المركز الثقافي العربي بالتعاون مع رابطة الشهيد أحمد فرح لاتحاد شبيبات الثورة في المدينة. نحن اليوم إذ نفتتح هذا المهرجان نشعر بالاعتزاز والفخر بأن هذا الشعب العظيم الشعب العربي السوري دائما يعشق الحياة، يريد الحياة ويريد الحياة بأبهى صورها، الحياة الناصعة، الحياة التي فيها العلم والثقافة. هذا العام تم إعادة النشاط وتم إعادة إحياء هذا المهرجان لكي تقوم القصير وتغني و ترحب بضيوفها وبضيوف هذا المهرجان دائما. ونشارك هذا العام بهذا المهرجان كتنمية زراعية ومشاركة فعالة في تنمية المنشآت الزراعية والمحاصيل الزراعية لهذه المدينة. تخلل اليوم الأول للمهرجان معرضا للكتاب ومعرضا للفنون التشكيلية والمنتجات الزراعية، بالإضافة لمحاضرة ثقافية بعنوان الاختراق الثقافي وتحديات المرحلة، حيث يستمر المهرجان 3 أيام. عنوان محاضرة الاختراق الثقافي والتحديات المرحلة، والهدف من ذلك هو تعزيز الانتماء الوطني والقومي والرسالة الإنسانية التي فطرنا عليها في سوريا، البطولات والانتصارات. مهرجان قادش 14 هذه السنة يعني لنا الكثير، وهو يعبر عن حب أبناء القصير إلى لأرضهم ولمنطقتهم وحب بعضهم البعض. انقطع 7 سنين بسبب الأزمة، وهلا الحمد لله رجعنا مثل أول، نجدد النشاط ومثل ما شايفين نشاط فني وثقافي. كفي رجعت القصير ليرجع مهرجان قادش، إن شاء الله بترجع سوريا كلياتها مثل ما كانت وأحسن. مهرجان قادش بيعديني لعودي للأصالة والتاريخ وترسيخ القيم والمفاهيم بجيلنا الراهن، وخصوصا بعد الأزمة اللي مرت فيها مدينة القصير والقطر العربي السوري بأكمله. يذكر أن قادش هي عاصمة مملكة كنزا، أحد الممالك العظيمة في القرن الثاني قبل الميلاد، ويأتي المهرجان ترسيخاً لإرث وحضارة الأجداد وتمسكاً بتقاليد الفنون والأدب الذي يجسد تاريخ سوريا العريق.